مساء الخير، برحب فيكم اخوتي المشاهدين بحلقه جديده من البرنامج الاسبوعي يسوع خبز الحياه عبر شاشه نور الشرق. عنوان حلقتنا الليله ما بين فرنسيس والكتاب المقدس، وضيفنا الليله ابونا توني فريح الكبوشي. اهلا وسهلا فيك ابونا، اهلا وسهلا فيك. بنرحب فيك على هالشاشه، وانت ضيف كريم وعزيز. ابونا انت من اهل البيت، من جماعه ما فرنسيس، من العائله الفرنسيسيه. ليلي حابب أنا وياك هيك نفوت على روحانية مار فرانسيس، وإدي كان مدى تأثير الكتاب المقدس على هالروحانية، على هالرهبنة اللي اليوم تخطت 800 سنة من حضورها ومن دورها ومن فعاليتها بالكنيسة وبالمجتمع وعلى الصعيد البشري وامتدادا على كل الكرة الأرضية. بداية أبونا حابب أسألك، كيف كان وضع الكتاب المقدس بالقرن الثاني عشر، يعني وقت فرانسيس كان بهالفترة اللي انوجد فيها وكان عنده هالدور هيدا، كيف كان وضع الكتاب المقدس؟ بأي لغات كان منتشر؟ كيف كان منتشر بين الناس؟ مين كان يشرحه؟ مين كان يفسره؟ كيف كانوا يعملوا فيه؟ أول شيء بعصر مار فرانسيس وبهداك الحقبة ما كان في الكتاب المقدس بين إيدين العالم مثل ما اليوم موجود، ما كان في بعد المطبعة، ما كان بعد فيها الوسائل اللي بتوصل كلمة الله غير عبر الليتورجية وعبر الوعاظ بس يلي أنجأ بيكون معهم، كان أوقات مقتطفات من الكتاب المقدس، ولكن أغلب الأوقات بيكون عبر الليتورجية موجود وعبر اللاهوتيين والمعاهد اللاهوتية. مار فرانسيس إذا بدنا نحكي شوي عنه بهداك الوقت، يقال كان ينحكى عنه أنه هو جاهل وأمي، ولكن مش مزبوط أبدا، لأنه حسب ما ببين بالكتابات تبعه عنده أسلوب كان حلو. حافظ الكتاب المقدس، لأنه كان أول شيء مثل كل أبناء عصره ملتزم كنسياً، بيسمع الإنجيل، بش بيجي بعد البعض كان شاعر هو كمان، يعني عنده أسلوب شعري ويكتب قصايد، 100% يكتب غزل كان قبل الكتاب المقدس. كنت عم بقول شغلة مهمة، أنه ما كان يوصلوا العالم قبل، كانوا يجي يسمعوا كلمة الله بالقداس نهار الأحد، لأنه كانوا متشوقين لهالكلمة، عكس اليوم أوقات كثير بنجي بعد الإنجيل لحتى يكون كسر سم القداس للأسف. فكل العالم بهداك الوقت كانوا يروحوا وينطروا الكلمة تنوعظ أو تنشرح من الكليروس أو من الكهنة ومن الأساقفة. ما كان مين ما كان يقدر يوعظ، لأن كان يتحكر بس بأشخاص معينين بيقدروا يوصلوا للكتاب المقدس ويقدروا يوصلوا للتعاليم اللاهوتية، عكس اليوم نهائيا. كانت لغة الكتاب وقتها انه كان متاح لمثلا الألماني يفهم الكتاب المقدس مثل الفرنسي مثل بهداك الوقت ما كان فيها هالقد اللغات المتنوعة، لأنه كان أغلبهم اللاتيني، هو اللاتيني هو لغة أوروبا كمان، هو اللغة اللي بعدين بلش التلياني، بلش اللغات الباقية انه يتطور اكثر كليتورجيه وهيك، بس كلغه معروفه بهداك الوقت ما كان في لغه، انه كانت التليان لغه محكيه وليست لغه يعني اللاتيني كان لغه الشعب ولا لا لغه المثقفين كان بهاك الوقت، ولغه الشعب هي اللغه المحكيه بكل منطقه يعني كان في صعوبه بين يفهم الكتاب المقدس بحرفيته ويفهمه على لغته. 100% 100%، مشان هيك كان مثل ما قلنا بالتأس باللغة اللاتينية عفوا، و الديالكت إذا بدنا نقول اللغة التليانية المعروفة اليوم، اللهجات المحلية. وبالنسبة لمار فرانسيس كان أول من بيكتب شيء باللغة التليانية إذا بدنا نقول، لأنه كان هلا بعده لليوم باللغة الإيطالية بيدرس نشيد المخلوقات يلي كتبه بال شو اسمه بالإيطالي، كاللغة الإيطالية الأولى بيدرسوها صاروا، فمشان هيك كان شوي غريب أنه عن العالم ككتاب مقدس. بهيك الوقت يعني فكرة فرنسيس، رهبنة مار فرنسيس، يعني الرهبنة اللي أطلقها كانت فكرة جديدة بالكنيسة، كان فريد من نوعها، كان يعني عن جد شيء جديد، ولا كان في كتير رهبنات منتشرة وكان في كتير حركات إذا بدنا نقول هيك حب تعمل شيء بقلب الكنيسة هلا كوضع رهبانات اكيد كان في غير رهبانات، بس مش بهالزخم يلي كانوا يعني
مثل ما منشوف بهداك العصر تبعه كان في عنا ثورة بقلب الكنيسة على قسم من الكليروس اللي للأسف راحوا نحو التملك يعني والسلطة كان عندهم جيوش وكان عندهم يفوتوا بمعارك ويفوتوا 100%. بصراعات مدنية زي ما نقول وسياسية. وعندنا قسم ما بدهم شيء غير يعيشوا الإنجيل، ومنشوف أنه في كتير أشخاص قالوا بدنا نعيش الإنجيل ولكن للأسف تركوا الكنيسة الكاثوليكية، طلعوا على برات الكنيسة وفتحوا أحسابهم وصار يعتبروا من الهراتقة. بينما بالقديس فرانسيس كان بالعكس تمام، قال أنا بدي أكون بقلب الكنيسة وبدي أشتغل بقلب الكنيسة. لسبب أول ما بلش مشواره بيروح بيكتب الآيات من الإنجيل وبيروح عند البابا بوقتها وبيطلب منه انه بدي ثبت له القانون، قال له بدي اعيش الانجيل وضمن الكنيسه الكاثوليكيه. وهذا الشيء اللي فاجأ شوي البابا بهداك الوقت، انه كيف معقول انه بعد حدا بده يعيش الانجيل انه بهالفقر التام يلي كان بده يعيشه فرانسيس. فتردد بالاول ولكن من بعد الحلم يلي حلمه بيوافق له، وكان اول القانون القانون الاول يعني اللي تثبت بال 1209 بهداك الوقت. فرانسيس بأول بدايته يعني هل كان هو عنده شوق ينشر الإنجيل ولا يعيش الإنجيل؟ يعني كان عنده شوق إنه يخبر الناس عن الكتاب المقدس، يخبر الناس عن يسوع وكيف ما ورد بالكتاب المقدس، ولا كان عنده شوق يعيش الكتاب هلا المقدس؟ اول شغله كان بده يعيشها هو، ومنلاحظ بعدين من بعد ما بلش مسيرة التحول تبعه، وخاصة إذا بنشوف المحطات الكتابية اللي عايشها بمسيرة ارتداده إذا بدنا نقوله أول إطلاقة الرهبنة، كانت كلمة الله هي الأساس لإله. أنه روح لما بياخذ من متى النص اللي أرسل فيه التلاميذ لا تحملوا مزودا في الطريق ولا عصا، وكل بيت بتفوت عليه بتسلموا ألقوا سلامكم. من هون بتجي العبارات اللي بيستعملها سلام وخير، الطريقة اللي أرسل فيها التلاميذ وبعدين أرسلهم اثنين اثنين مثل الإنجيل كمان. هون مسيرته كان أول شيء هو بده يعيشها، وبعدين من بعد ما كمان لما اجى لعنده اول اخوه بيفتح الانجيل وبيقول لما اجى لعنده برنار وبيير بيفتح الانجيل ثلاث مرات بيطلع له النصوص اترك كل شيء واحمل الصليب واتبعني، من اراد ان يتبعني فليحمل صليبه ويتبعني. فبيطلع له ثلاث نصوص انه اترك كل شيء ومشي وراي. فبقول انا هذا قانون حياتنا كمان، وبده يروح يخبر العالم كمان على هذا القانون. يعني هلا هون بخبريه فتح الانجيل هيك ثلاث مرات، هل هي مستحبه هالفكره انه اذا بدي شيء من ربنا هيك بفتح الانجيل بحط اصبعي هون بتطلع الايه هيدي اياها المطلوبه، ولا لا مش هيك مش هيك يشرح الكتاب المقدس او يفهم؟ هي اكيد سيف ذو حدين، ما فينا ننكر انه ممكن الرب اكيد يحكي بهالطريقة يعني اللي أوقات تطلع على حسب عواطفنا أو حسب نفسيتنا كيف نحن بدنا إياها. بمطرح ما إحنا بدنا، أنا ناطر هيدا الجواب بجبر الكلمة تحكيني مثل ما أنا بدي، ولكن أكيد ما بننكر أنه الرب ممكن يحكي. فمش هيك عم بقول أنه سيف ذو حدين، كلمة الله حتى نستعملها كجواب هيك واضح كتير صعبة. فينا ناخذ مثل من مار فرانسيس، من بعد ما سمع هدول كان محتار كمان بين انه يعيش الرساله وحياه النسك. فبيروح بيطلب من اشخاص يصلوا له، فبيطلب من كلارا وقتها صح. انه تصلي له حتى يعرف شو بده يعمل، وبيقدر يعني كمان بالاضافه لكلمه الله في كمان الصلاه والحياه الروحيه، روح التمييز يلي ما نطلبه من الرب، مش كل شيء يعني دواء هيك نفتح ونلاقي الجواب دغري. حاضر. طيب يعني حاول يعيش الكتاب المقدس، ما لقى صعوبات كثيره بعيش الكتاب المقدس؟ لقى في مطارح مش بالامر الهين تعيشه، ولا هيك بالمستسهل، ولا الناس بيقبلوا الافكار اللي عم يطرحها؟ هلا اكيد منه هين، لانه الكتاب المقدس الانجيل ليس بسهل، لو سهل لقد كنا سما قديسين بكل بساطه بلمحه بصر، لانه بده مشوار كثير طويل. وهو كمان مش دغري فرد ضربه كمان عايش كل شيء، انه كانت مسيره كثير طويله لإله لحد ما حتى ارتداده اذا بدك كان طويل. الناس مفكروا انه نام من عشيه فرانسيس ثاني يوم صار ابونا فرانسيس يعني. لا بلش
بلش بال1204 لحد ما حكى المصلوب ال1205 ل1207 لبلش يجي الاخوه ل لا، حتى انه وقت راح على الحرب وانأثر بالأسر، يعني بلش من هونيك ما هو ده ال1203 و4 و5 بفاروتشا لوقت واخذ وسخن، واربع خمس سنين خبريته بلش يفكر شو بده يعمل. يعني 100%. هلا هو قبل كان عم بفتش بعده على احلامه، صح، بينما شو اسمه التحقيق الحقيقي لدعوته كمؤسس للرهبنة إذا بدنا نقول، أو كعايش أخ أصغر، بلش تقريبا بال1205 لما أكثر شيء بلش لما قال له المسيح رمم كنيستي، هون بلش المشوار وشوي شوي بلش تتطور أكثر وأكثر. طيب ابونا، هذه فكره رمم كنيستي كثير نحن كمان بتيجي على راسنا، يعني بنحس حالنا انه في كثير اخطاء بالكنيسه، في كثير مشاكل بالكنيسه، انا كيف بدي اصلح الكنيسه؟ كيف تفهم هيدي اليوم؟ يعني انه انا فيني كثير كب حجار قد ما بدي على كل هالكنيسه وين ما كان، هذا الابونا هيك، هذا المطران هيك، هذا البطرك هيك، هون بيعملوا هيك، هون ما بيعملوا هيك، هاي الكنيسه بيعمل. كيف واحد في يرمم الكنيسه من ضمن الكنيسه وبدون ما يكسرها؟ بتذكر حادثة صارت معي بالجامعة مع أستاذ علمني، كان كتير ينق على الأشياء يلي إنه يدون على أخطاء إذا بدنا نقول الكنيسة بمحلات معينة، وكل الوقت نق 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 إنه هي مادة كانت إكلازيولوجية أو علم الكنيسة، فبآخر المادة بيسألنا كل واحد شو رأيك بالمادة، بقوم بقول له انا صراحه ما كانت ماده اكليزيولوجي، كانت ماده نقولوجي. فبالفحص بيسالني طب شو جابت لك هالماده؟ كان هذا السؤال الوحيد. قلت له ابونا كل شيء عم تقوله كان معك حق فيه، بس انه اذا بدي ضلني بس اطلع على الاخطاء رح ضلني عايش بشو اسمه بالنيجاتيفيتي وبالسلبيه وما عم بقدر اعمل شيء، بينما اذا انا بلشت صلح من عندي ساعتها هون تبلش تتطور الكنيسة ونبلش أنا أتقدس ونعيش يلي قاله القديس عن طلة الحرديني، أنه الشاطر اللي بيخلص نفسه شاط عن طلة ما خلص بس نفسه، خلص نفسه وكمان كان معلم للقديسين. فهون بنبلش مشوار الإصلاح لما أنا ببلش مشواري وأقول أنا، حتى مار تيريزا بتقول أنه ما بدي أطلب أنه من الكل العالم، خليني أنا بلش والعالم كله بينعدي منه. طيب فرانسيس يعني اجى يبلش بوقت الاساقفه او الرهبانات كانت عظيمه، عند من الاملاك والحضور والفاعليه والانتشار، زلمه فقير ما معه شيء جاي لوحده، ما بعرف اذا كان عنده فكره ياسس رهبنه اول ما بلش، يمكن كان أكيد لا. ما كان عنده هالفكره شوي انه بلش ياخذ محل. هل هالشيء ارضى الاخرين؟ ما كان في حرب عليه كمان حتى من ضمن الكنيسه؟ أكيد. كيف جاب هالموضوع هون؟ يعني كيف تعاطى مع الموضوع؟ بالتواضع بالمثابرة ما استسلم أبدا، لأنه بالنهاية هذا اللي ما شافه. فتح النار بمعنى انه لا لا نشر أكيد ما ح... غسيل لا وكذا؟ لا 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 بالعكس، لا بل بالعكس كان عم ب... ب... بالعكس إذا بدي أطلع بكل كتاباته، حتى لو كان هالكاهن خاطئ، حتى لو كان هالأسقف خاطئ، كان يرفض أنه يعمل أي شيء ضد إرادته. ف بالرغم من أنه يكون مزعوج منه كان يضل يطيعه، فهيدي شغلة كمان خلته هو يتقدس بهذه الطريقة. كان يتغاضى يعني عن الخطأ، يعني ما يضوي عليه. لا كان يضوي بس بدون تجريح، كان يضوي بس بدون كان تجريح يضوي على الخطيئة مش على الشخص، يعني كان 100%. يقول وين الغلط مش وبالكتابات تبعه في هذا الكتاب اللي فيه كتاباته بيكتب رسالة للإكليروس، بيكتب رسالة للي عندهم سلطة على النفوس إذا بدنا نقول، أو صلاحيات للنفوس، بذكرهم بدورهم كأشخاص مؤتمنين على هالنفوس. فلا ما كان يسكت بس، لكن كان يحكي بطريقة أول شيء كتابية وطريقة كتير متواضعة، وقدر يجذب الأشخاص وحتى جذب كتير من الإكليروس انضموا لإله كمان، من بيناتهم أنطونيوس البدواني، من بيناتهم بونافنتورا بونافنتورا وكل الأشخاص الباقيين. طيب أبونا، بنشوف إنه فرانسيس عنده كتير كتابات، هل هالكتابات هي هيك تأملات روحية ولا هي تفسير آخر للكتاب المقدس أو تأوين الآيات، يعني خلاها تنحط بطريقة
الناس تفهم شو مطلوب منها من خلال هالايات الانجيليه. يعني كان في انجيل بكتاباته. هلا تنقول في انجيل بكتاباته، بدنا نقول العكس، في شيء غير الانجيل بكتاباته. اضبط. لانه اذا بنطلع خاصه بالقانون، اذا بنطلع تبعه كان جايب الانجيل مثل ما هو وحاطه، إلى انا بدي اعيش هالانجيل، بس عاطي شويه تأوين اذا بدنا نقول لبعض الايات لحتى يقدر يعيش اليوم بهذاك العصر. و كل حتى بالصلوات المزامير اللي كان يصليهم كان مش مخترع شيء، كان الصلوات اللي كانوا يصلون هن أخذون ومسحنهم حولهم لتصير موجهة نحو المسيح. يعني إذا بنشوف المزمور السابع أو المزمور 15 يلي هو كاتبهم، أوكي فيهم كتير من المزامير القديمة، ولكن أعطاهم روح جديدة، نفس جديد من المسيح. حتى من إذا بنشوف الصلاة اللي كان يقولها، إن نسجد لك أيها الرب يسوع، كان كل صاحبه من الصلوات والليتورجية. حتى نشيد المخلوقات يعني هو إذا بدك ورد شيء مثله بالعهد بالمزامير القديم، بالعهد القديم في التسابيح أكيد تبع المخلوقات، في عنا نشيد دانيال كمان، الفتيان الثلاثة كمان بدعوة المخلوقات اللي يكونوا عم يسبحوا كمان أكيد. فمشان هيك هو منه جابه من، بس من عدم الشيء الجديد يلي فوته هو على تسمية الأخ، اعتبرهم كأخوة له أكثر من أنه بس أنه كمخلوقات موجودة. يعني فرانسيس يمكن أول من شخص حكي عن الأبوة الشاملة، أنه نحن كلنا خليقة تشترك بأبوة واحدة هي أبوة الآب. يعني إذا بدك قدر يفسر الكتاب المقدس بطريقة مغيرة لفترته للعصر اللي كان فيه. مش بس كان مغير، كان سباق، وسباق مش بس ل 200 و 300 سنة، سباق لمجمع الفاتيكان الثاني كان. إذا بنجي بنطلع بكتاباته خاصة عن مريم العذراء، حكى عن مريم أم الكنيسة، حكى عن مريم أيقونة الكنيسة، ومريم التي صارت كنيسة بأنها بالتسابيح تبع بتحية مريم العذراء، تحية سباوية مريم العذراء. حتى يقال انه هو اذا بدك البيئي الاول، انه صديق البيئه الاول كان بتاريخ هالكنيسي. كيف قدر يلقط هالخيط بين الخليقه وبين البيئه وبين الانسان؟ يعني في شيء غريب انه اليوم البابا من شي سنتين طلع لوداتو سي، نشيد المخلوقات، فكيف فرانسيس بوقت ما عم ينطرح هذا الموضوع ولا بهذا فكره، ويمكن ما كان هيك فكره، كان رايح إلى غير نقطة، بس وصلنا نحن اليوم إنه نقول فرانسيس أول إنسان هالقد شاف بالبيئة وجود الله. يعني كان عنده مفهوم الحلولي، يعني الله حالي الموجود بكل هالمخلوقات، ولا مش بهالطريقة؟ هلا بدنا ننتبه شوي على خبرية الحلولية لأنه كمان خطرة خطرة شوي. بس أكيد الله هو خالق كل شيء، هون ننطلق على الفكرة، مش إنه حالل بكل شيء، هو خلق كل شيء وحل بيننا، مش حل فينا بالترجمة للأسف. ليريت تتزبط شوية بالليتورجية. مار فرانسيس انطلق من ناحية، إذا بدي أرجع شوي لفكرة كتير حلوة من سفر التكوين، لما الله خلق الإنسان خلقه بحالة عنده سلام ومصالحة مع كل المخلوقات، ما كانش فيه مشاكل، وقدر يوصل للقديس فرانسيس لهالحالة البرارة الأولى، مثل ما كمان غيره كمان من القديسين رجعوا بعدين عاشوها وقدر يوصل، حتى مار أنطونيوس الكبير قدر يوصل لهيدي الحالة تصالح مع الطبيعة، تصالح مع الطبيعة، تصالح مع كل المخلوقات، وبيقدروا ساعتها يرجعوا لهالحالة إنه أنت أختي، أنت خيي، بكل بساطة وروحانية حلوة. يعني منشوف فرانسيس انه مش اثر على نوعيه معينه من الناس، يعني قدر يجذب شويه شباب من هون شويه صبايا وعمل صاروا بعدين رهبني. منشوف انه راح تاثيره الى المجتمع العادي، يعني الناس المتزوجين، الاولاد، النسوان اللي ببيوتهم اللي مش حابين يتركوا. طيب هل هالقد الانجيل قادر ياثر بالناس ولا فرانسيس اللي عم بياثر بالناس؟ يعني هل الكلمات الكتاب المقدس وقت وصلت لهم بطريقه مغايره للي كان تقليدي وشافوا حدا عم بعيشها، هل قد انجذبوا ولا انجذبوا بشخص فرنسيس لانه
كان من عائلة مهمة وترك وعمل لا أكيد وعمل لا ضجة يعني حوالي. أكيد لا، مش لأنه كان ابن عائلة مهمة، إنما لأنه شافوا المثال فيه. وأكبر شهادة لما كان هو عم بخبر عن لما راح عمل رسالة هو أخ معه، اللي هي هالرسالة كانت بس مجرد تمشية بقلب الضيعة، شافوهم عم يتمشوا وعم يحكوا مع بعض ويضحكوا مع بعض، ورجعوا فلوا بيسألوا بيقولوا للأخ هي شو كانت حلوة هالرسالة اليوم، أنا ما بشروا بشيء عن ما كلمة فتحوا الله. تمه للناس يعني. فبقول له الاخ يا عم شو حكينا، ما عملنا شيء اليوم، قال له مجرد ما شافونا العالم ان نحن نعرف نحب بعضنا هي اكبر رساله. وكانت حياته لفرانسيس اكبر شهاده للعالم، وهذا الشيء اللي قبل كل شيء جذبت اليديس كلارا. من كلارا ما انجذبت لانه بتحبه وراحت لحقته دايما بنصور هالصورة لأنه كان شاب حلو وهي صبية، وكان يمكن كانوا بيحبوا بعضهم قبل لما راح يعمل ترك الدنيا، كمان صار بتعم مثله بينما ترك هي العكس، المجتمع. لا كان هو بلش ارتداده، وكانت هي على بلكون البيت عندها وقدرت تسمع فرانسيس عم يحكي كلمة الله، وهون هيك انجذبت له وقررت أن تعيش الإنجيل مثله كمان. وكنا عم نحكي عن العلمانية، هالأشخاص كمان لأنه عندهم تعطش بدهم يعيشوا الإنجيل، لأنه هي أصلا دعوة كل مسيحي يعيش الإنجيل، منا دعوة بس أشخاص معينين أن يكونوا عم بيعيشوا الإنجيل، لا مش للرهبان والرهبات بس، هي دعوة لكل إنسان مسيحي يكون عم ياخد كلمة الله ويعيشها. يعني من ضربك على خدك الأيمن دون له الأيسر لمين قالها؟ أو أحب قريبك وأحبب عدوك، وكل هدول لمين قالهم؟ قالهم للكل، لكل شخص يؤمن به مش بس للكهنة. بس اليوم يمكن العلماني عم بيقول انه نحن بوضع لا يمكن بقى عايش الانجيل، يعني صرنا في زمن بعصر متطلباته كثيره. عم نحكي بمار فرانسيس كان في اكتفاء ذاتي، اللي هيطلعوا من هالارض هالمزروعات يمشي الحال، ما كان في متطلبات مثل اليوم. اليوم عصر كثير مادي، عصر اليوم بتحكي اذا شهادات، علم، مصاري، مراكز الى ما هنالك. كيف بدنا نتواضع هالقد؟ كيف بدنا نعيش هذا الانجيل؟ خاصة فرانسيس راح إلى الفقر، يعني قدس الفقر، مع أنه الناس يعني ما بتحب الفقر، مين بيحب الفقر؟ مين منا بحب الفقر؟ أكيد ما حدا بحب الفقر، بس إذا كان شغلة أنا اخترتها أكيد مبالغ حلوة. بس بدنا ننتبه على شغلة كمان عند مار فرانسيس، وهيدا ضروري نكون واعيين له. مار فرانسيس ما كان عايش الفقر على خبرية الشحادة بس، إنه يروح يشحد أكلاته توفر شغل يعني، تعي يريح حلو مش شغل. بالعكس، كان أول شغلة يقولها أنه أنا بعمل بعرق جبينه. كان عم يستعمل رسالة مار بولس لأهل تسالونيك الثانية، أنه من لا يأكل بعرق جبينه لا لا يأكل. يأكل. فكان عم بيعملها هالشغلة بالأول، طلب من الأخوة أن يكونوا عم يشتغلوا بالأول بعرق جبينهم. إذا ما كفيهم هالشي ساعات بيلتجوا لميدة الرب يلي هي الإشحادة. فهيدا الفقر هون، أنه أنا بلش أول شيء اشتغل بعرق جبيني، هذا الفقر منه بس انه عيش عالي على العالم. فيهم بيجي بيقول لك انه انا بدي اعيش الفقر، بصيروا عايشين صار على عالي على العالم، صح؟ مش مزبوط. وهني بعدهم شباب مثلا وفين يشتغلوا دائما بشتغل. انه هي هيدي منا ابدا روحانيه القديس فرانسيس، لا بل بالعكس بتناقض هالروحانيه. بالعكس لازم انا بالاول اعمل اللي علي، وساعتها اذا انا ما قدرت اكتفي واكفي جماعتي، لانه بتاريخ الرهبنه كان في عنا دائما دي فرير كاتور او اخوه شحادين يروحوا يلموا مش بس للاخوه، كانوا يلموا كمان للفقراء ويروحوا يوزعون. ففي حال ما كانوا يكفون كانوا انه بحزب الشحاده. كمان لما انا بكتفي باللي عندي، قناعه، نوع من القناعه يعني، كلوا مما يقدم لكم. كلوا مما يقدم لكم، هيدي مار بولس بقولها، ورجع هذا مار فرانسيس، مش انه كلوا كل ما يقدم لكم مثل ما البعض بياخذوا انه يلا بدي ايش هو يسوع هي طرح يعني بالانجيل قبل مار بولس. ايه مزبوط، لما ارسال شو اسمه بمتى وبلوقا لوقا 9 و10. فاذا الفقر منه بس قصة انه ما يكون معي مصاري، الفقر حتى بالنسبة لمار فرانسيس انه انا ذاتي مش لإلي، افكاري مش لإلي، هودو هيدا بعد اكبر بكتير يعني، واصعب بكتير. هذا الفقر الاصعب من الفقر المادي يعني 100%، انه تتخلى حتى عن يعني في فيكم انمحاء معي مصاري، كلي. فيكم معي مصاري بس هن مش لإلي، فيكم عندي اخرات بس مش لإلي، انه كون انا
حظهم بتصرف الجامعة كلها سوى لخدمة البشارة كمان. إنه مثلا بياخد ببساطة هلا اليوم بيجي بيقول لنا يا أبونا بدنا هيك تكون عم تجي لعنا تمشح مريض. طب إذا كان معي سيارة عم تقطعني كل شوي كيف بدي أوصل لعندك؟ في فرق بين يعني يكون معي سيارة أوكي مقبولة توصلني على القليل، توصلني على القليلة بس مش ضروري تكون آخر موديل وطالعة 100% وأسعار. إنه ساعتها بدي أكون أنا عم بعرف عيش هالاعتدال بساطة العيش بطريقة معتدلة، يعني إنه بالنهاية أستخدم ما بين يدي لحتى أقدر أولا أعيش وأكمل رسالتي. يعني حتى جسدي إذا أنا ما انتبهت عليه ما حافظت عليه كمان، هذا كمان نوع ضد الفقر كمان، لأنه أنا بكون عم هلا دمر. بقضية الجسد فتحت لنا موضوع تاني، بس أبونا إذا بتسمح خلينا ناخذ استراحة وبعد الاستراحة بنكمل معك حول مار فرانسيس. إخوتي المشاهدين خلوكم معي لبعد الاستراحة. برحب فيكم إخوتي المشاهدين مجددا بالقسم الثاني من حلقتنا الليلة حول مار فرانسيس والكتاب المقدس. يمكن التكلم عن مار فرانسيس منه بالأمر الهين ولا بالأمر المختصر، يعني رهبان عمره 800 سنة عند انتشار على مستوى الكرة الأرضية كلها سوا ألاف وألاف، يعني يمكن تعد اليوم من أكبر الرهبانات في العالم بكل فروعاتها الرجالية والنسائية والعلمانية. نحكي عن مار فرانسيس، هل قد مؤثر بالكنيسة بالمجمع الفاتيكاني بالرسائل البابوية؟ منه بالأمر الهين بخمسين دقيقة، ولو كان معنا أبونا طوني يعني بنشكرك كمان مجددا على حضورك الليلة، إنه نحكي عن مار فرانسيس بهالعجالة من هالوقت بهالخمسين دقيقة نحكي هالقد عن مار فرانسيس، بس نحن حابين نستفيد منك أكثر شيء ممكن تهيك نلقط هالروحانية الفرنسيسية المتمحورة حول الكتاب المقدس. نحن بنعرف إنه بعد مار فرانسيس بشي 300 سنة إجا الإصلاح الإنجيلي أو الإصلاح الكنيسة، نشأت الكنيسة الإنجيلية مع لوثر وإلى ما هنالك. ولكن الغريب أبونا إذا بترجع إلى الإنجيليين بيعتبروا إنه فرانسيس أول مصلح، أول مصلح إنجيلي، يعني هن بيعتبروه من جماعتهم، والكنيسة الكاثوليكية عندها هي أيقونة. طيب كيف تقدر تفهم شخص كنيستين بيتنازعوا عليه؟ هلا هو للأسف استعمل القديس فرانسيس كصورة، ولكن يا ريتهم بقيوا مثله وعملوا مثله، كانوا وفروا على الكنيسة مشكلة كتير كبيرة صراعات وصراعات وانشقاق كتير كبير. لو عملوا مثل مار فرانسيس كل اللي اجوا عملوا الإصلاحات بعدين الإنجيلية بقيوا ضمن الكنيسة وأصلحوا من قلب الكنيسة، كانت الكنيسة بألف خير اليوم. طيب فعلا هو مصلح إنجيلي؟ يعني قدر رجع حط الإنجيل إنه هو محور حياة الإنسان؟ يمكن بنشوفها بي 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 بالدستور أو بالقانون اللي عمله إنه رجع حط الإنجيل هو المحور، إنه أنت اليوم بدك تتقدس بدك ترجع للإنجيل، بدك تعيش مسيحي بدك ترجع للإنجيل، قدر يرجع يحطه هذا المحور؟ هذا الشغلة أول شغلة خوفت البابا بوقتها، إنه كيف بدك تعيش الإنجيل؟ إنه معقولة تقدر يعني الكنيسة كانت بوقت مش مصدق إنه الإنجيل بينعاش 100%. بس لما الرب اوحى للبابا بوقتها بالحلم انه هذا الانسان يلي عم بيهدي كنيسه اللاتيران اللي عم تهدم انه هو رح يكون مصلح بقلب الكنيسه، ما كان وافق له على هالدستور الانجيل يلي كتبه، هل اذا بدنا نقول القانون الاول يلي وافق له عليه بوقتها. فالانجيل ليس بصعب انه ينعاش، غير انه اذا انت بدك تعيشه، بس كمان بدنا نعرف نعيشه بقراءة عالم اليوم، انه ما فينا نجي ننفذ حرفية الكتاب المقدس، لانه الكتاب المقدس عمره 2000 سنة، بس صحيح عمره 2000 سنة بس بعده بيتكلم اليوم بلغة اليوم. فبدك تقراه بلغة اليوم، ما بدك تقراه بلغة كمان من 800 سنة ومن 500 سنة ومن ما بدناش نروح إلى الحرف لأنه بده يقتلنا الحرف، يقتل 100%. طيب أبونا يعني رح اسمح حالي أسأل هالسؤال، أقول لك إذا رجع مار فرانسيس اليوم تقبلوه عندكم بالرهبنة؟ يعني اليوم الرهبنات بتطلب بدك ثقافة معينة، بدك علم معين، بدك شخصية معينة. فرانسيس يمكن ما كان عنده العلم الكافي تنقول إنه كان ملفان بالعلم، شخص هالقد قدس الفقر والبساطة والتواضع
بعالم، حتى نحن اليوم بعالم يمجد المال والسلطة وإلى ما هنالك، هل يقبل فرنسيس برهبنته ولا ما بتتعرف عليه؟ هلا بعد اليوم الرهبنة نشكر الله انه نحن مش هدفنا يكون العلم، لانه نحن اساسا اذا بدنا نرجع لقانوننا وطريقة حياة فرنسيس كلنا اخوة اما نكون اباء، بس العلم الزامي بحسب طلب الكنيسة للاشخاص اللي بدهم يكونوا عم يعلنوا كلمة الله. وحتى نحن برهبنتنا ككابوشية موجود مطلوب العلم، بس مش مانع انه هذا هو تكون عم الهدف تفوت، يعني. مش انه مانع تفوت، انه في اشخاص منهم قادرين يكونوا يوصلوا بعلم معين، بس نحن رجعنا بعدين كملوا دراساتهم وقدروا يوصلوا حققوا نجاحات كثير باهره حتى بالجامعه، انه حتى لو ما كانوا قادرين يوصلوا بعلم للترمينال او معهم شهاده، بس هذا منه يعني مانع بعد ابدا. بالرهبنة في اخوة بدلهم اخوة ما بيصيروا اباء، مش ضروري يصيروا كهنة يعني. وحتى لو كانوا صاروا اباء، اذا بدنا نحكي بروحانيه مار فرانسيس رح نضلنا، حتى لو عيطت لي انا فرير توني ما عندي مشكل، اخ توني ما عندي مشكل، لانه هيدي ضمن روحانيتنا وضمن اساس الشيء اللي اصلا جذبني انا لهالروحانيه، انه ما فيش لا مسؤول ولا الجذب لإلك التفت على الرهبنة كان هو شخصية فرانسيس، الكتاب المقدس يعاش، الفقر، البساطة، ولا لأنه اللاتين؟ لا اكيد اكيد مش اكيد اكيد مش لانه اللاتين. لأنه نحن الشرقيين بنحب كل شيء فرنجي برنجي يعني، إنه نشوف إنه رهبنة جاي من برا عارف. لو هيك كنا اسم الله بنكون منينين دعوات، للاسف فينا نقول شبه حرب، انه ما لقيت رهبنات بلديه ترايح حتى رايح رهبنه غربيه او لاتينيه، هذا انقالت لإله ولغيره، عشرات وللاسف المرات بنقلع. ايه انه للاسف لا بدنا نرجع للأصول. أنا اللي جذبني كان روحانية، أنا لو لقيت هالروحانية بقلب رهبنة لبنانية أو بلدية أو حيالله رهبنة شرقية، ما بقول أنه عاطلين، انتبه، أنا ما لقيت حالي بقلب هالروحانية. أنا بالنسبة لي مار فرانسيس هو اللي سحرني، هو اللي خلاني انجذب لحياة البساطة، الأخوة، هو اللي عدتهم أنت، هو اللي جذبوني. طيب شو هالسحر بمار فرانسيس بعد 800 سنة؟ يعني إذا بتيجي كل إنسان مسيحي قري مار فرانسيس، شاهد حياة مار فرانسيس، تعمق شوي بحياة مار فرانسيس، كتير أثرت فيه. يعني في كتير ناس بالعالم اليوم متأثرين بمار فرانسيس، حتى يعني المجمع الفاتيكاني الثاني متأثر بمار فرانسيس، حتى البابا أصدر رسالة من مدي هي فرنسيسية بكل بكفي سمى حاله فرانسيس. حتى هو سمى فرانسيس، وكنا فاكرين فرانسيس على قصة إنه كسفاريوس، طلع فرانسيس لا الأسيسي يعني، مزبوط. اللي كانت هي مفاجأة أن لا يكون تنسى يسوعي، الفقراء. يسوعي يتسمى على اسم رهبني تاني، يعني على اسم القديس مؤسس رهبني تاني كليا. هي كانت كلمة المفتاح لما قال له أحد الكراد لا تنسى الفقراء، انه دغري راح فكره للقديس فرانسيس الاسيزي، واخذ اصلا روحانيته كثير روحانيه فرنسيه اكثر من انه اوكي يسوعي بس. شو الجاذب عند مار فرانسيس؟ الفقر ولا يقدر يجسد الكتاب؟ بكفي انه هو صار انجيل حي، اذا بدنا نقول مثل ما يعني هيدي هي البيت الاصيل، انه نقدر نوصل نصير انجيل حي، انجيل يقرا هيك قدامنا باعمالنا باقوالنا. يعني في كثير القاب للقديس فرانسيس، مثل انه صار هو صلاه حيه، صلاه متجسده، لانه مش بس كان رجل يصلي، كان هو يتجسد بالصلاه. فينا نقول كمان نفس الشيء على الانجيل، انه هو انجيل، كتاب انجيل مفتوح، يعني اللي بيشوفه بيقدر يشوف فيه شو اسمه. طيب ابونا نحن بعدنا محافظين على الخط اللي طرحه فرنسيس، يعني باول ما اسس الرهبانات اجوا يقولوا له الاخوه يا اخي بدك اديره، مش معقول نضل قاعدين من بيت لبيت او يقونا هون وهون. بنشوف انه الرهبانات الفرنسيسيه صار عندها اديره واملاك والى ما هنالك، منا ضد الفكره تبع فرنسيس، يعني منا ضد انجيل فرنسيس اذا بدنا نقول. بلى، بس كمان في متطلبات كمان اذا بدنا نحكي بعصر اليوم، انه مش سؤال صعب يعني، بس انه هل انتم بتملكوا كرهبنه الاملاك تبعكم هي ملك الرهبنه ولا هي ملك الكنيسه الكاثوليكيه؟ لا ملك الرهبنه، ولكن اكيد اذا اجت الكنيسه قالت لنا
في تريكو كونفيلو، وفيلو وصار وصارت بكذا مطرح يعني. بطرابلس خلينا نقول تركتو دايرو في الليتو. كفرانسيسكا ايه عامل الكنيسه خلصها، وقالت له الكنيسه بدنا اياها، اخذ فتركوها وفلوا، ما منا مشكله مش لانه متعلقين بالاملاك، بمعنى انه مش لا هذا الدير لنا وبدنا نقاتل ومش 100%. اصلا بتاريخنا ككابوشيه هون بالشام 1626 في كثير مطارح كنا فيها وتركناها بكل بساطه فلينا، يعني من مار انطونيس خشبه ومحل ما فات ابونا يعقوب ومطرح المقر الرهبن اللبناني يعني الرئاسي العام 100%. لا قري، لا جردنا ميسيون فتره بدار الاحمر بكذا مطرح، منا مشكل انه نترك ونفل. نترك ونفل لانه هيدا من روحانيتنا كمان، وعلى دجا عم تنطرح كمان انه طب هل بعد في حاجه لانه بهالمطرح بالذات انه او مطلوب منا نروح يعني لمطرح نحن مش تاني. حراس الهيكل، يعني مش ناطرين هالداير ما بنفل منه لانه الداير لنا، اذا عندنا رساله بنبقى، ما عندنا رساله 100% المبنى بنفل وبنروح على غير مبنى مثل بعضها، 100% هذا مش لنا وهداك مش لنا. 100%. طيب هل اليوم نحن بحاجه لاصلاح فرنسيسي جديد يعني بكنيستنا ككل؟ يعني في هذا الخط اللي كان مطروح، ذات المشكله المطروحه وقتها كان فرنسيس من 800 سنه، انه في مطارح صارت الكنيسه هي فيها روح العالم اكثر من روح المسيح، وفي مطرح الناس عم بتقول لا ليه ما بنرجع نعيش الانجيل ونروح العالم بدون احراج. اذا بنطلع بعالم اليوم وخاصه هون بلبنان بنشوف هيك مثل صراع كتير كبير بين اللي بده واللي ما بده، وبين اللي عايش الإيمان المسيح الحقيقي واللي عايشه بس كفولكلور، بين اللي عم بيعيش الإنجيل بحرفية واللي عم بيعيش الإنجيل بروحية. في عنا دائما هالصراع، ويمكن بحاجة اليوم لفرانسيس أنه يكون عم يرجع يذكرنا أنه أولا أنطيع الكنيسة. انا هيدا كثير شو بنفهم بكلمه ابونا مطيع الكنيسه؟ خلينا ناخذهم وحده وحده، بس بدنا نرجع بعدين، انت بلشت باولا ورح نرجع ناخذ هذيك. شو يعني نطيع الكنيسه؟ يعني اليوم انه شو ما قالت الكنيسه نبصم؟ اذا بدي اكون فرنسيسي ايه، شو ما قالت شو ما قالت بس طب ما بعد لويت عم تاخذ مواقف سياسيه الكنيسه، انا بدي اروح معها بمواقف سياسيه؟ هلا كمان عم نشوف اي كنيسه. لا يعني كنيسه تقول كنيستي يعني من شو ما كانت كنيستي، لما مثلا كنيسه بتقول قاطع الانتخابات ولا مره بتقولها، لان تعليم الكنيسه بيقول غير شيء. قلتها 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 بالتسعينات، شو هيك قطعنا المسيحيين وما انتخبنا مين؟ مين؟ ما تفوتني. طيب كيف يعني تطيع الكنيسة؟ تطيع من الناحية العقائدية اللاهوتية الأخلاقية، ولا تطيع شو ما قال يعني شو ما قالت كنيستي على حق دائما يعني؟ هلا كمان إذا في شيء غلط أنا واجب أدور عليه. أنا كشخص كمان عضو بقلب هالكنيسة ضروري أقول في واوا هون، في وجع هون، في نقص هون بمحل معين، فاجباري كون عم بحكي. بس في فرق بين انه انا اجي شبق بالرشاش وادمر، في فرق بين انه انا اجي اولى لحتى اكبر انا وهالجسد كله سوا. انه انا تحت لما بجي لما بقول دوع على الغلط تبعي بكون عم صحح الجسد كله، مش عم صحح بس حالي، لانه لما الجسد بيتالم يعني لما الايد بتتالم كل الجسد عم يتالم. فضروري لما انا بدي اصلح بدي اصلح من قلب الكنيسه واشتغل بطاعه الكنيسه يلي هي كمان بالنهايه الرب يتكلم فيها، الرب يتكلم فيها حتى لو كانت خاطئه، حتى لو كانت يعني اذا بنطلع بمار فرانسيس بيقولنا ممنوع تفوتوا على اي كنيسه من دون اذن خور الرعيه، ممنوع تبشروا بأي رعية من دون إذن كاهن الرعية أو أسقف المحل. حتى لو كان هذا الكاهن خاطئ، حتى لو كان الكاهن خاطئ، يعني بيجي بتطلع هون أنه أنا بدي أحترم الكاهن بأحد كتاباته عن جسد الرب وعن المناولة، أنا بدي أحب هالكاهن وبدي أحترمه لأنه الرب أعطى السلطان وبأمر منه لهالكاهن حتى لو كان إنسان خاطئ.
رح ينزل الرب يتجسد بين ايديه ويتحول للخبز والخمر لجسد ودم يعني الرب. عملية التقديس مش مرتبطة بشخص الكاهن، هي مرتبطة بيسوع مش المسيح. مرتبطة بخطية الكاهن، انما بالسلطان اللي اعطاه الرب لهالانسان. طيب، فإذا أول خطوة هي طاعة الكنيسة، تاني خطوة شو المطلوب؟ تاني خطوة انه بلش انا اعرف انجيله. هات نشوف، يعني اليوم إذا بنجتمع خمسة تنشرح الإنجيل، كل واحد عنده نظرة معينة، ناس بيروحوا إلى التدين، ناس بيروحوا إلى الإيمان، ناس بيروحوا إلى حرفية النص، ناس بيروحوا إلى استسهال النص، ناس بيروحوا لتاريخية النص، وبنقع بخلاف. يعني إذا جينا على سهرة إنجيلية أول نص ساعة تاني نص ساعة بصير معارك. هلا الكتاب المقدس اولا كيف يفهم الكتاب عمره المقدس؟ 2000 سنة، صحيح عمره 2000 سنة ولكن بعده يتكلم اليوم بعده شاب. بلغة اليوم، لأنه ليس الإنسان هو يلي هو أصاغ كل شيء. صحيح كتب بكلمات بشرية ولكن الروح القدس كان عم يشتغل بكل كاتب بهالنص. فالروح القدس هو ذاته بعده من 2000 سنة لليوم، وهو قادر بعد اليوم يشتغل ويحكي. والتطور اللي صار والدراسات اللي صارت الكتابية خلت الإنسان كمان يعرف يقرأ بمفاتيح. أنا ما فيي إجي أقرأ الكتاب المقدس بمعزل عن الشراح إنه بس والعلماء بجملة، ما فيي أخذ جملة وأقول هيدا هو الإنجيل. أنا بدي أخذ إطار كامل، بدي أخذ معنى كامل وبمفاتيح إنه شو عم بيقصد الكاتب إنه بهالمحل. وقال فيني اتخطى اللي سبقوني، يعني بمعنى بدون ما ارجع للي سبقوني دغري هيك فوت وبلش انا انظر، يعني يمكن بدي ارجع للغته الاصليه، يمكن بدي 200% ارجع 200% بقول لك لا بدك ترجع لمفاتيحه. في مفاتيح لشراح سبقونا انه يعني 2000 سنه عم يشتغلوا عليه، مش يعني انه ما هو بالامر الهين. اكيد، لانه مشان هيك بقول لك حتى تقرا الكتاب المقدس بدك تقرا بمفاتيحه، انه اول شيء مكتوب بعصر معين، صح، بلغه بذهنيه معينه، معينه، بلغه معينه، لاشخاص معينين، بحضارة معينة كمان، ما هو لأشخاص معينين صح، ومقصود في أشخاص معينين. في هدف في فإنه رسالة. تأجي أنا مثلا اليوم أجي أخبرك عن جهنم، أصور لك إياها مثل ما كانت تصور القديسة فيرونيكا جيلياني أو مثل ما شافوها بعض القديسين غير، إنه كل واحد عم بيشوفها بطريقة. ليش؟ هل يا ترى اختلفت جهنم؟ لا أو اختلفت السما؟ إنه كل واحد عم يصور السما بطريقة شكل؟ طب شو اللي اختلف؟ اختلف أنا كيف عم شوف. يعني في سوبجكتيفيتي، ففي عندك سوبجكتيفيتي تبع الكاتب تبع النص كمان موجوده بهذا النص الانجيلي. فاذا بدك تقدر تفهم هالنص بدك تقرا بالسوبجكتيفيتي تبع هذاك الشخص اللي كاتبه، انه هيدي المعضله الكبيره. فاليوم اذا بدنا نقرا بدنا نقرا مثل ما قلنا على مفاتيحه، حسب لغته، حسب الاطار تبعه، ولا مين كان موجه. وانا وضمن اكيد تعليم الكنيسة ككل، من هذا بدي اوصل له، يعني انا ضمن الشراح اللي شرحتهم الكنيسه عبر التاريخ كله سوا. هلا يعني اكيد اتطور، ما اختلف انما اتطور، صار ينفهم بكلمات اليوم، مش انه بس تغيرت العقيده، ما بتتغير هي العقيدة، يعني الحقيقه عم هي يسوع نحكيها المسيح بكلمات عصرية فقط. 100%، لانه الكتاب المقدس هو حقيقه واحده، خاصه الانجيل، حقيقة يسوع المسيح. كل الباقي كان زوايد حتى يقدروا يوصلون ليسوع المسيح، مش أكثر من هيك. فبمجرد ما أنا تعرفت على يسوع المسيح بقدر أفهم كل الباقي. يعني حقيقة يسوع المسيح هي الإطار اللي بخليني أقشع كل الكتاب المقدس. طيب، فإذا هالإصلاح الإنجيلي الفرنسيسي بحاجة إلى طاعة الكنيسة للكتاب المقدس وشرح جديد للكتاب المقدس، بعبده شي نقطة ثالثة؟ بعبده هالسيب شي ولا لا على بلش من حاله، ثالث وحدة حط إصبعي على صدري، يعني أنا يعني بدل ما اكون عم دل هيك، هيك ابرمها هيك، لا مش ضروري ابرم، اذا بنطلع مزبوط في 3 اصابع عم بدلوا علي. ننسى واحد ونفكر بثلاثة. انا دائما بدل بواحد وبنسى انه في 3 عم يذكروني انه انا بدي بلش اتغير، انا بدي بلش اشتغل على حالي واعمل اصلاح ذاتي. طيب، ابونا اليوم يعني الرهبنه العلمانيه الفرنسيسيه هي رهبنه منتشره في العالم كله، وعدد اعضائها بيتخطى 1 مليون شخص وموجوده بكل اصقاع الارض، ولكن هالرهبنه عم بتشيخ، يعني بنشوف انه اعضائها عم يكبروا بالسن،
ما عم يجي أفواج جديدة بالعدد المطلوب، يعني شو ليه اليوم خف هذا الجاذب الفرنسيسي، أو وين الخلل؟ نحن ما عم نعرف نوصل الفكرة مظبوط، ولا العالم التهى أكثر بالاختراعات الحديثة والفيسبوك وإلى ما هنالك، ونسي الكتاب ونسي هلا وسائل التواصل الاجتماعي خربت الدنيا، هاي واحد. اثنين، حتى لو يمكن البعض ما يوافقنا على الفكرة، يمكن شوي بعدنا عن الروحانية الأساسية تبع الرهبنة الثالثة، وتحولنا ببعض المطارح لأخوية صلاة، نسينا أنه نحن وتعودنا على أخوية، بعضنا وصرنا نجتمع نحن أخوة شهادة مش أخوية صلاة. ما بعرف إذا بتوافقنا الرأي. لا، وصلت الفكرة واضحة. أبونا، يعني اليوم البابوات كتير عم يركزوا يرجعوا على مار فرانسيس. بنشوف مثلا وقت حكي عن البيئة جاب نشيد مار فرانسيس، وكان هو محور تفكيره وتفكير فرنسيسي. المجمع الفاتيكان الثاني رجع إلى فرنسيس. اليوم في رسالة جديدة بابوية حول كلمة الله كمان فيها مظبوط، فرنسيس. صدرت امبارح. ايه، طيب كيف، ليش فرنسيس انه هل قد عم يرجعوا هاليوم الكنيسة تضوي عليه؟ لأنه بعده بيحكي اليوم، لأنه مثل ما كان من 800 سنة عم بيجذب أشخاص، بعده اليوم عم بيجذب أشخاص، وبعده عم بيحكي إنجيل، ما عم بيحكي شيء جديد، والإنجيل لا يموت. أبونا، نحن إذا بدك حطينا الإطار العام تبع الحلقة وحكينا فيها، أنت اليوم شو علاقتك بالكتاب المقدس؟ يعني كيف تنظر إلى الكتاب المقدس؟ كيف بتتعاطى مع الكتاب المقدس؟ هل الله يتكلم لإلك من خلال الكتاب؟ تسمع صوت الله بالكتاب المقدس؟ هلا انا استمع على الكتاب المقدس شوي طويله. لا، خليها بخمس دقائق بعشانها لا، أكثر. ما راح اقول غير انه من انا وصغير اهلي جابوا لي كتاب الكتاب المقدس المصور، جذبك. ومش بس جذبني، حفظته من جلده لجلده. منيح. كان عمري 11 سنه كنت حافظ الكتاب المقدس. هذا الكتاب المقدس المصور، لانه بدون الشروحات، بدون سفر العدد والارقام وهدول كله قصة مصور. ماشي. ف ساعدني كثير انه اقدر اعمل جوله على كل شيء بحياتي من وراء الكتاب المقدس. ف قصته قصه. بعده بيجذبك اليوم؟ يعني انت اكيد صرت قري في بعض النصوص، يمكن صرت قريها للمره المية ومية وخمسين، ما بعرف، بعدها بترجع بتلاقي فيها انه عم ترجع تحكيك مره تانية وثالثه هلا بهاللحظه، ولا بعدك عم تبرم ذات الافكار اللي مرقت عليها؟ ولا مرة بقرأ النص ذاته إلا ما يطلع لي شيء جديد، ولا مرة. يعني عم بعمل تنشئة بيبلية، كنت بالرعاية، وقديش كنت حافظه وقديش كنت اشتغل فيه، تفاجأت يعني بأشياء أنت جديدة كان وكل عليك. مرة أنا عم بحضر بلاقي إنه في بعد، في بعد، في بعد، وما بحسه بيخلص، لأنه بالنهاية النبعة ما بتخلص، وخاصة كيف إذا كانت هالنبعة هي يسوع المسيح. فبعده لليوم عم بيحكي ورح يضل يحكي وما رح يوقف. أبونا، شو النصيحة الأخيرة بآخر دقيقة من هالحلقة الليلة اللي كانت حول فرنسيس والكتاب المقدس؟ شو بتنصحنا نحن اليوم اللي عم نشاهدك عبر هالشاشة، الناس اللي عم تشوفنا على مستوى الأرض كلها سوا اليوم؟ أول شيء ننفذ الغبر عن الكتاب المقدس عنا بالبيوت. أول شيء نقني كتاب مقدس. هل العجب إنه في بيوت ما بقى عندها كتاب مقدس؟ 100%، بس في كتير بيوت عارضينه بس هيك بزاوية صغيرة، حد تمثال مارشابل وتمثال ديساريتا للديكور يعني. وعاملينه ديكور، ونحن عندنا مزار صغير. لا، حلو نكون عم نعرف نفتحه نقرا. يعني بعدنا لليوم بنجذب لأشخاص ما بيعرفوا بعد كان يسوع المسيح، اجوا حكيونا عن الكتاب المقدس وعم يسألونا عن الكتاب المقدس، وبيعرفوا أكثر من إنسان مسيحي عن الكتاب المقدس. فهذه شغلة شوي بتحز بقلبي، وبرجع بذكر أنه لا، الكتاب المقدس هذا دستور حياتنا، هيدا كل شيء بحياتنا، فما ننساه أبدا. لأنه يعني حتى الرسائل كلها سوية اللي كتير بنهملها، هي طريقة عيش الإنسان المسيحي اللي عم بيعطينا إياها عمر بولس، أنه كلها بتواجه معضلات بتواجهك معضلات اليوم نحن. واجهتها الكنيسة وبعدها عم تواجهها لليوم. فكيف نقدر نعيشها؟ كيف نقدر نتصالح نحن
والاشياء اللي بتواجهنا كايمان مسيحي نقدر نلاقيها بالانجيل. أبونا بآخر هالحلقة أبونا توني فريحة، أنا بدي أشكرك كتير وميرسي على الإضاءة الشاملة عن هالموضوع، رغم أنه حاولنا بس أكيد ما وصلنا للهدف اللي وصل له فرانسيس. بدنا شغل كتير، بدنا دراسة كتير. أنا بدي أقول لك ألف شكراً على حلقتك الليلة. وأنا بشكرك توني على استقبالك لإلي، وبشكر تعليمي على طول لأنه ونور الشرق لأنه دائماً عم يستقبلونا. هلا الجمعة كانت شوي حافة يعني عيد مار فرانسيس، ما تنساش كمان يعني هلا عليكم ضغط هالاسبوع. اخوتي المشاهدين، على امل اللقاء فيكم الاسبوع القادم، بستودعكم سلام المسيح.